أعلنت الشرطة الأمريكية عن مقتل 4 أشخاص في حادث إطلاق النار في كاليفورنيا، من بينهم المشتبه في قيامه بالهجوم. وقال ممثل المجلس البلدي أن الشرطة ألقت القبض على أحد المشتبه بهم في إطلاق النار، لكنها أشارت إلى ضلوع عدد من المسلحين، لذلك ما تزال تواصل بحثها. يأتي ذلك فيما وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة لمواطنيه يطلب فيها منهم أخذ الحيطة والحذر في خضم الهجوم الدموي الذي شهدته المقاطعة الواقعة شمال ولاية كاليفورنيا.